يا ابني امشي يا ابني امشي. بقيت كل يوم اجي اقف الى ان لقيت الاستاذ فريد شاوي داخل فيه. طبعا كان هيغمى عليا لانه ده الوحش ده وحش الشاشه كان وحش الشاشة. والملك وترسو فريد شاوي ده يعني اول انطباع ان انا خايف منه ليضربني يعني هو وجريت عليه ايه يا ابني في ايه؟ قلت له انا كذا. قال له الواد ده بيجي كل يوم. قال له عايز ايه؟ قلت له عايز بس انت منين؟ من كذا. طب انت منين؟ طب تعالى ادخل دخله اقعده هنا. تمام تمام اقعد يا ابني. هو كان راجل حنين. قالوا في ولد يدخل بس يعمل مشهد كده. دخلت عملت المشهد على طول في ساعتها في يومها. لا مش يومها بعديها بمده طويله بعديها تقريبا بشهر. انا باجي اقعد خلاص بس ساعدك ساعدني عطف حن ادخل دلوقتي عشان كده يعني أنا... تقول ان الفنان فريد شوقي صاحب فضل عليك طبعا في رحلتك. وعم احمد ده ما انا استغربت عم احمد بيطردك وانت بتقول عليه راجل طيب وبشوش ليه بقى؟ لانه هو رد فعله طبيعي ولكن كان ممكن يطلب للبوليس ان هو انه حس ان الواد ده صادق عشان كده قال لفريد شوقي ده الواد ده بيجي كل يوم عشان تمثل وتفضل قاعد في القاهره. اشتغلت في القهوة اللي رحتها اللي بيقعد عليها أيوة الفنانين اللي بيقعد على الفنانين وكنت بتبات في القهوة وببات في القهوة تحت اللي بيسموه البنك بتاع القهوة أيوة. تحت مفيش لحظة خطر على بالك كده سألت نفسك أو قلت لنفسك وأنا إيه اللي عامل فيا كده؟ أنا أرجع بلدنا أنام في سريري وأشوف شغلنا أكل منها عيش خالص ولا مرة؟ ولا مرة بالعكس كنت مصر وكنت برجع هناك بلبس خناع لوالدتي يعني والدتي كانت صديقتي يعني هي بعد والدي توفي وأنا صغير فأنا بالتالي هي صاحبتي هي كل المراية وفي نفس الوقت عايزة أفرحها أن أنا عملت خاطر وهي مش فاهمة أنا رايح فين فبدخل لها بباركيلي أنا بقيت ممثل خلاص الموضوع خلص تشوفيني في التلفزيون ده وأنا مش عارف إزاي هيحصل بس أنا طول الوقت عندي أمل أنه هيحصل وإصرار أنه هيحصل إلى أن التقيت بالأستاذ سيد راضي. الأستاذ سيد راضي قال لي جم قال لي أنت في سنة كام؟ قلت له أنا في ثانوية عامة. قال له روح خلص ثانوية وارجع وعد مني هدخلك المعهد. معهد العالي للفنون المسرحية. قلت له طب أعمل إيه في المعهد؟ قال لي ولا حاجة ده القناة الشرعية وتخلص. الذكريات حلوة أيوة طبعا وأنا مستمتع بيها أيوة وتجارب يعني عارفة زمن حلو وأيام جميلة جدا وأحلام حلوة أنت خليتيني أتكلم فيها بقلبي عشان أنت غالبا بدأت حلمك أصلا بقلب أنت بدأت الحلم بقلب من غير صدق. عقل من غير أنا ما عقل. عملتش حسابات عقلية خالص ولحد دلوقتي ما بعرفش أعمل حسابات عقلية ولا حسابات مادية ولا ليا دعوة بالحكاية أنا ليا دعوة بالحلم بإحساسي بالحب بحب أنا حاجة الشيء اللي أنا بحبه ده الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقني بحبه وهو اللي حط جوايا من صفاته البديع حط فيها إبداع فأنا بحب الإبداع وبحب الشغلانة دي وبحب الحكاية دي ونفسي أحقق فيها ولحد دلوقتي برغم اللي بحكولك أنا حاسس إن أنا ما عملتش حاجة ما زال عندي حلم أكبر وما زال عايز أحقق أنا بحس بكده عايز لسه أعمل حاجة يعني دفعت في الحلم أكتر من اللي خدته؟ أنا دفعت كتير في الحلم ما أنا شايفة خدت ربع اللي أقل دفعته أقل من ربع ولكن أنا راضي بحاجة تانية أنا راضي إنه بيحصل معايا معادلة غريبة إن في كم الإحباط اللي ببقى فيه بمشي في الشارع ربنا بيبعت لي رسائل غريبة جدا ألاقي ست أو بنت أو ولد أو أي جيل من الأجيال المختلفة جاي عليا ويقول لي انا بحبك او انا بحبك احنا بنحبك احنا انت حد قريب مننا انت حد يقولوا لي كلام انا هم ممكن يكونوا بيقولوا لي كل الفنانين لا بس وش أنا حضرتك من الوشوش الفنيه المألوفه قوي انا بيخدني اللي مرتبطه معانا بمشاهد معينه بلزمات أيوة معينه ايوه فاقول الله طب ما انا واصل للناس اهوت في قلوبهم يعني ما هي الفكره ايه الفنان عايز يوصل للقلب صحيح أنا مش عايز أوصل لعقلك أنا عايز أوصل لقلبك لأن وصلت لقلبك أقنعتك فصدقتيني فبالتالي حبيتيني فبالتالي ارتبطت بيا فعشت في وجدانك زي ما أنا حصل معايا مع
مع نجوم، يعني أنا عندي ارتباط توحد قوي جدا بالأستاذ عادل إمام، عندي توحد قوي جدا بصلاح السعداني، عندي توحد قوي جدا بممثل اسمه عدلي كاسب من عظماء علم التمثيل في العالم. هو ممثل اسمه عدلي كاسب مش مشهور، شهرة تكفي لموهبته، ولكن هو أعظم من كلينت ستود، أعظم من جين هاكمان. ده من وجهة نظر علاء ومن وجهة نظر المتخصصين يعرفوا هذا الممثل مهم جدا ولم يأخذ حقه. ما زلت إلى الآن أنا رجل هاوي، ما زلت متلقي، ما زلت بتعلم، ما زلت بحلم، ما زلت لسه ما عملش حاجة.